إصدار مسلسل قصف الكاتيوشا للمنطقة الخضراء واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بشكل متكرر على يد الجماعات والميليشيات المسلحة. تعالت الأصوات المؤيدة لرؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمتمثلة بحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف جميع منابع السلاح المنفلتة في العراق. نأمل من السيد الكاظمي أن يستخدم القبضة الحديدية أو يد بالحديد الفعلية في القضاء على جميع من يحمل السلاح خارج إطار هاي أجهزة الدولة الأمنية. مواطنون وصفوا خطوات الكاظمي باستعادة هيبة الدولة بالجريئة بعد تكاثر الميليشيات المسلحة التي أصبحت تحمل أجندات خاصة بعيدة عن العراقيين، مطالبين القائد العام للقوات المسلحة باستخدام القبضة الحديدية للقضاء على جميع مظاهر السلاح المنفلت. عملية جريئة عندما ينحصر السلاح في يد الدولة. الدولة تكون ضعيفة إذا تكاثرت بها الميليشيات. ليش؟ راح تكون دولة فلتة. يعني هذا حزب حاط له ميليشيات، ذاك حزب حاط له ميليشيات. كل من راح يعمل باتجاه يعني ما يفيد الدولة. فهي خطوة جريئة للسيد الكاظمي بحصر السلاح في يد الدولة. الكاظمي ومنذ تسنمه مهام منصبه كرئيس للحكومة، أعلن أن سيادة البلاد خطاً أحمر. لا تهاون ولا مجاملة فيها لأي طرف على حساب استقرار العراق. السيادة خط أحمر، لا يمكن المجاملة على حساب سيادة العراق ولا تنازل على حساب كرامة العراق والعراقيين. العراق بلد عريق يمتلك قراره السيادي، والحكومة ستكون ساهرة على السيادة الوطنية ومصالح العراقيين. العراقيون يتطلعون إلى العيش في بلد ينعم بالأمن، شأنهم شأن سائر دول المنطقة، والجماعات المسلحة تحطم حلمهم المفقود منذ سنوات. فهل سيرى العراقيون حلمهم متجليا أمام أعينهم، أم سيبقى شبح السلاح المنفلت يخيم على أرض العراق؟